كلية الآثار واتنقل أكتر من كلية بسبب مشاجراته مع الزملاء. طب هو في كلام يا ما حصلش وهذا وان هو بيعمل كده مش ما فيش الكلام ده تم خالص يعني هو كان عايز بقى ينتقم ولا اطلاقا حصل هذا الحوار اطلاقا. هو كل الانتقام هنا ان ازاي تتشهدي وما تبقيش انت ما تقوليش ما تقوليش الكلام ده يعني المفروض ان انت تنفيه. كان هو عايز تقول حاجه باطل. بعديها باسبوع هو بعت لي انا على تليفوناتي ان انتظر 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 مفاجاه. حضرتك عملت محاضره نزلنا بعد كده رحت لبعض الاصدقاء ليا ورحت اسم المرج وخدت بعض الناس ومحل بدايه المشاكل ان انا اروح اتفاوض معاه لان الدكتوره نوران بنتي رفضت ان احنا نعمل له محاضر لان ده طالب لان دوت موظف وشاب وبلاش نضره في عمله. فمعلش يا بابا خدوها خدوا معاه بالتفاهم كده وبعدوا عني وبلاش نعمل محاضر رسميه. ورحت وانتقلت ودخلت بيت شقه ابوه وامه وكل الناس. اهله ناس على قدهم ربنا يكون في عونهم وهو ربنا بلاهم بعيل. حل الموضوع مشكله ودي مره واثنين وثلاثه. طب هو وصل بقى طب هو من امتى يا ريس العربيه بتاعتي هو توعد لها قال لها لازم اذيكي زي ما انت اذيتيني. الكلام ده ابتدى من امتى؟ الكلام ده ابتدى من امتى؟ من كام سنه كده؟ من سنتين ثلاثه. يعني هو الموضوع مش وليد مثلا النهارده او من شهر او من سنه. انما اتجددت الاحداث على مدار السنين دي كلها بالتهديدات والوعيد والشتايم واخر وقع عليها. طب زي ايه يا فندم؟ لا كان بيروح لها مكتبها. طب زي ايه؟ كان بيقول لها ايه مثلا؟ كان بيشتمها الشتيمه القذره وهي بتتجاهل هذا الموضوع. والله العظيم اقول هذه الكلمه حق. تقول لي يا بابا بلاش نتخذ اجراءات قانونيه ضده ولا نروح نعمل بلاغات علشان برضه دوت راح ولا جه ده شاب في مقتبل العمر بلاش نضيع مستقبله وحياه حق لا اله الا الله. هذا حصل مره واثنين وثلاثه ولما حرق لها العربيه تحت بيتي ولما بعت لي رساله تهديد على تليفوني وبلغتها في الاسم وفي النيابه لما راح حرق العربيه كان لينا تعويض 100,000 جنيه. وحرق لها العربيه امتى؟ حرق لها من اقول لحضرتك من كام سنه كده من سنتين ثلاثه يعني هو الكلام ده من زمان. انا أيوة. انا اقصد ممكن تخلوه يكمل كلامه لغايه الاخر بس اتفضل يعني ماشي عشان قبل فاحنا بنقول ان بعد ما حصل وحرق عربيتها خلاص اتحكم عليه بثلاث اشهر وغرامه وحاجه تعويضيه 100,000 جنيه. والله يا ربي حق لا اله الا الله دكتوره نوران رحمه الله عليها قالت لي يا بابا دول ناس غلابه هيجيبوا منين ال 100,000 جنيه؟ هو ولد شقي وعصبي زياده عن اللزوم فانت يا بابا تنازل عن 100,000 جنيه عشان خاطر ربنا وعشان ربنا يمكن يعفو عنه ونطلعها زكاه في الله يمكن يبعد عننا. وفعلا رحنا وما طلبناش بيهم وماتت القضيه.